أول حاجة سيد أحمد، يلزمنا حابين أول حاجة نبدأ بها حابين نترحموا على الولد اللي توفى الله يرحمه عمر العبيدي. ثاني حاجة نتمنى الشفاء العاجل لولدنا عاطف التخيلي، إن شاء الله ربي يشفيه. قبل من مكازيون زادا عندنا بنتنا عملت عملية على ركبتها هيفا العايدي، إن شاء الله نتمنى له الشفاء، إن شاء الله اللي يجي خير من اللي راح. أول حاجة الخدمة مش تاع عامين، هذه خدمة تاع 9 أشهر الحمد لله يا ربي. تعرف ديما نقولوها جمعية الكبار نادي افريقي جمعية كبيرة، ما تنجمش ما تكونش من تلعب على البطولات ولا على الألقاب. في 8 أشهر الحمد لله يا ربي عملنا اون تري بون ايكيب، فهمني. ان شاء الله سو سامدي باش نلعبوا دومي فينال شامبيونا في الجورجاني. قدرة ربي التعب نتاعنا ما يمشيش حرام، قاعدين نخدموا بور لانتيري دو نوتر كلوب، قاعدين مضحين برشا حاجات. تو ان شاء الله دي سي قدرة ربي لاخر عام تو جوفري تو مون بوسيبل باش نعمل اون كونفيرونس دو بريس باش نشوف على التضحيات اللي ضحاو عن النادي الافريقي الناس هذوما الكل. بون ماشي مزيه هذه جمعيتنا، لازمها حتى في الحالات الكل لازمنا نخدموا مع جمعيتنا. انا سوي تري كونتون، فهمني، على الريزولتا اللي وصلنا لها. الريزولتا هذيا في الحمد لله في ظرف 8 أشهر تكون الاولاني متواجد في الديفيزيون 2، تكون في الكوب تربح كارتاج في كارتاج بتذهب واحد مش بسال، كيف كيف تلعب ماتش اميكال مع السي اس اس اللي هي متكلاسي الاولى في الشامبيونات تربح السي اس اس 3-2 بالموان دوبور، ما نجم نكونوا كان فرحانين. وهذه هي العقليه نتاع نادي افريقيا. ما فما حاجه باهيه برك باهيه برشا في الصاله نتاعنا، فما ان جرون تابلو مكتوب فيه لامبوسيبل ني با كلوبس. لا 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 نكلمك انا حاجه، الحمد لله نحن ريزولتا ربحنا كارتاج. بون هما فما برشا من الناس ما حبوش يقبلوا كيفاش النادي الافريقي يربح كارتاج في كارتاج. تعرفش قلنا لهم انا يا ولادي راكم غلطين، راهي النادي الافريقي راهو ريستان جرون نو الكلوب، راهي كارتاج مع كل احتمالات الكارتاج وقتاش خلقت كارتاج قدام النادي الافريقي، راهي كلوب افريكان راهو تاريخ كبير، راهو تاريخ كبير بالنادي الافريقي. سي فري هما خدموا منا ونحن عندنا 8 أشهر يبان ديفيرونس 8 أشهر خدمه قداش نحن ما يهمناش فيهم هذوما حكيت نحن ربحناهم واحده، حبوا يعملوا سوا ديزون شويه شوشه عملوا ريزيرف بعض الريزيرف خسروهم الفيدراسيون زيد اللي يعملوا فيه زيد في يا خويا نكلمك انا حاجه تحب تربح النادي الافريقي ما تعملش بيه ريزيرف اربح سور تيران. بون نحن الكل هذايا ما نحن عندنا ثقتنا كبيره في الفيدراسيون في الوحده ما تقلقناش بالعكس. ثم حاجه تري امبورتونت يقول لك هو عسى ان تكرهوا شيئا والله خير لكم، وقت اللي هما عملوا ريزيرف ثم حاجه لازم تعرفها. انا عندي زبنات مضروبين، 3 بنات مضروبين، كان لعبت كنت لقليبيا فكي جمعه ذيك كنت نخسر الماتش. لي تروا بيلي نتاع البنات نتاعي مضروبين. الحمد لله يا ربي توا سي بون، ان شاء الله تري بيانتو نمشي نلعبوا الماتش نتاعنا. اي بوركوا با نحن نطمعوا نوصلوا الديمي فينال، وقت نوصلوا الديمي فينال فما معطى اخر. والله نحن ما عندناش جديد، نحن الجمعيه نتاعنا كلوب امريكان قاعدين نخدموا، الناس الكل الناس الكل مضحيه. فريمون ما نجمش نلقى اوكازيون مش ما نشكرش الناس اللي واقفوا معايا. راهو سي فري ديما في كل كونفرنس دو بريس ولا في كل انترفيو راهو سونز اوبلي فما راهو السيكسيون راهو فيها رجال اللي وقفت اي سونز اوبلي فما برشا خلايا احباء اللي وقفوا مع السيكسيون دو فوليبول، الناس الكل لازم نشكرهم فهمني. سونز اوبلي لي باج نتاع الكلوب بكل صدق حبيت بار لي ميم اوكازيون حبيت نشكر خويا وليد خويا احمد هذوما تاع الافريقي بوان كوم خاطر في كل مناسبه يكونوا حاضرين فريمون نحسوا في روحنا ناس تبع فينا. الف تحيه والف شكر سونز اوبلي بكل صراحه زاد لي كلوبوست فريمون نحسوا لي باج تاع الكلوب نعيشوا فاميليا هذيك راهو الاسبري نتاعنا نحن ماذا بينا الناس الكل يزينا من الانتماءات يزينا من المشاكل ماذا بينا راهو الكلوب افريكان عندنا بزوان تو الموند يخدموا مع بعضهم خاطر الكلوب كبيرة سواء يكونوا في الهوند ولا في الباسكيت ولا في الفولي ولا في الفوتبول. سي فري مرينا بظروف صعيبة 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 على الاخر، ان شاء الله يا ربي تتحسن الامور، ان شاء الله العام الجاي
تتضح برشا امور ان شاء الله تنتخب هيئه جديده تنفيه يكونوا قد المسؤوليه يخدموا جمعيتهم قلب ورب تنفيه يتلفتوا بور لي سيكسيون الكل فهمني يلزم انسان يشد ان بوست دو بريزيدون دو كلوب يلزم يشد يلزم يخمم في الفوتبول سي فري الفوتبول هي المرايه او ميم طون يخمم على الهاندبول باسكيت ناتاسيون الفوليبول ابري تو لا الكلوب راهو شعار الكلوب راهو غدوه تابت الفولي ماهوش يقول لك هذه فولي هذه كلوب يقول لك فهمني ان شاء الله تحسن الامور وكاو نحن بريتو نحن نخدموا في جمعيتنا ما عندنا حتى غايات هو غرامنا هو حبنا هي النادي الافريقي هي نمط عيش هي سامحني النادي الافريقي كبيره برشا